أهلا بكم في ملفات جديدة. في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 يحظى العمال في عهد الرئيس السيسي برعاية اجتماعية وصحية من خلال عدد من المبادرات الرئاسية خلال السنوات الماضية، بما يتماشى مع رؤية مستقبلية لتطوير كافة قطاعات العمل ودعم العامل المصري الذي يمتلك مهارات كبيرة. يقول وزير القوى العاملة إن الوزارة نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات التي تنعكس على العامل المصري ووضعه في مكانه الصحيح وتوفير بيئة ملائمة له باعتباره وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة. توجهت هذه الجهود بصدور قانون العمل مكتوبة 30-30. أنا أقول يا رب 30-30. قانون العمل ما يصدرش بس. قانون العمل ما يصدرش. قانون العمل لسه في البرلمان. بالظبط، زي عدت عليا أنا كده. إحنا كده أول تسجيل. هذا التسجيل، الحمد لله إنه تسجيل. الحلقة دي هتتذاع بكرة. تتذاع النهاردة واحدة بالليل، واحدة وربع. خير إن شاء الله، براحتنا بقى. أنا أفتكره هو. لا لا. هنرجع يا جماعة طيب. أهلا بكم في ملف جديد. في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 يحظى العمال في عهد الرئيس السيسي برعاية اجتماعية وصحية من خلال عدد من المبادرات الرئاسية خلال السنوات الماضية، بما يتماشى مع رؤية مستقبلية لتطوير كافة قطاعات العمل ودعم العامل المصري الذي يمتلك مهارات كبيرة. يقول وزير القوى العاملة إن الوزارة نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات التي تنعكس على العامل المصري ووضعه في مكانه الصحيح وتوفير بيئة ملائمة له باعتباره وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة. توجهت هذه الجهود بصدور قانون العمل الموحد الذي يقوم على فلسفة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج وعدم احتكار الدولة للتشغيل ومشاركة القطاع الخاص. حول هذا الموضوع تدور حلقة اليوم من برنامج ملفات مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص. أهلا بك أستاذ شعبان. أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وحضرتك طيب، والأمة المصرية بقضيها بخير وسعادة، ودايما أيامنا أعياد، عيد القيامة المجيد، عيد العمال، عيد الربيع، عيد الفطر المبارك. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب. نستأذنك نطلع مع بعض ونتابع هذا التقرير لزميلة فاطمة الزهراء نبيل ونرجع نكمل كلامنا. تفضل. شهد وضع العمال في مصر تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، فعملت الدولة على توفير بيئة ملائمة لهم باعتبارهم وقود معركة البناء والتنمية. واهتم الرئيس بعمال مصر ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا عبر جملة من المشروعات التي ترفع من مستواهم المعيشي. وقد نالت العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية، فتم الحصر الميداني لهم واتخذت إجراءات غير مسبوقة بدءا من شهادات أمان وتأمين العمالة غير المنتظمة، خاصة في فترة جائحة كورونا، من خلال توفير دخل شهري للعمالة غير المنتظمة بالإضافة للزيادات السنوية التي تعتمدها الدولة خلال الست سنوات المقبلة.
فضلا عن إطلاق الدولة للعديد من المبادرات الاجتماعية والصحية لصالح العمال وأسرهم، مثل مبادرة مصر أمانة بين إيديك التي تهدف لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، ومبادرة مصر بكم أجمل لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي القدرات الخاصة، والعديد من المبادرات الصحية مثل مبادرة صحتك غالية علينا ومبادرة اعرف احمي نفسك. كما تم عقد 3000 مبادرة بجميع محافظات مصر، استفاد منها 50,000 عامل بجميع المنشآت الصناعية. كما وضعت الدولة خططا عاجلة لتطوير منظومة التدريب المهني لإعداد العاملين لسوق العمل ودعم ثقافة العمل الحر وتدريب العمالة المتواجدة بالخارج. كما قدمت الدولة دعمها للمرأة لتعزيز فرص مشاركتها الاقتصادية. كل ذلك توج بمشروع قانون العمل الجديد للحفاظ على حقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الانتاج ولطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي. اهلا بكم من جديد استاذ شعبان. يعني كيف قرات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في رعايه العامل المصري سواء من الناحيه الاجتماعيه او الصحيه؟ بدايه بالنسبه للمبادرات كلها تصب في مصلحه خطه التنميه، خطه اقتصاديه. خطه التنميه يعني كل ما تصب فيه هو مصلحة المواطن المصري في المقام الأول. لو مسكنا بداية من 2014 حتى الآن، العمال لقوا اهتمام كثير كبير جدا من السيد رئيس الجمهورية، من بداية رفع حد أدنى الأجور في 2014 ل 1200 جنيه، ثم 2400 ثم 2700 هذا العام. إذن هنا في تطور في إصلاح منظومة الأجور في مصر. لو مسكنا بعض التشريعات والقوانين، قانون 148، قانون التنمية الاجتماعية، إدى فرصة كبيرة جدا للعمالة غير المنتظمة. إنه الأول كان القانون اللي قبليه، قانون 75 لسنة 79، كان بينص على إن أي حد عاوز يأمن على نفسه يكون لدى صاحب عمل. دلوقتي الدولة أصبحت هي صاحب العمل، هي بتدفع حصة، تتحمل حصة صاحب العمل. العامل هو العمالة غير المنتظمة، أي فئة من فئات العمالة غير المنتظمة لو حابب يروح يأمن على نفسه النهارده يروح لأي مكتب تأمينات بيأمن على نفسه كعمالة غير منتظمة، بيدفع حصة العامل اللي هي 9% والحصة ال 12% تتحملها الدولة. ممكن العامل هو يروح يأمن على نفسه دلوقتي، دايركت دلوقتي، مش صاحب العمالة غير منتظمة يأمن على نفسه تأمين نمطي عشان يستحق معاش بعد سن ال 60 او سن ال 65 على حسب القانون، على حسب سنه. طب نشرحها ازاي للعمال؟ واحنا يعني بنتمنى ان كل عامل النهارده، لان في الاول وفي الاخر مبلغ التامين ده هو جمعيه او حصاله بتقبضها في سن انت محتاج فيه للرعايه الاجتماعيه. النهارده الحد الادنى للتامينات الاجتماعيه هو 1400 جنيه. الاول ما كانش، كان الحد الادنى 136 جنيه، وكان العامل لما بيطلع بياخد معاش متدني شويه فما كانش بيفكر فيه. لا، النهارده لازم تفكر فيه، لان النهارده 1400 جنيه السنه دي، السنه الجايه هتزيد 15% وكل سنه بيزيد 15%. النهارده لما تيجي حضرتك تعمل عاسك على 1400 جنيه، اذا حضرتك هتدفع 120 جنيه 110 جنيه 9%، الدولة هتتحمل 170 جنيه حصة صاحب العمل 12%، وبالتالي انت هتبقى آمن على مدار سنك لحد ما توصل عمر 60 سنة. ستتقدم معاش، تتقدم معاش محترم يقدر يلبي احتياجاتك انت واسرتك في وقت انت مش قادر تأدي فيه، في وقت انت لا قدر الله عندك امراض شيخوخة، عندك اولاد كانوا صغيرين النهارده بقوا في الجامعة وبقوا عرايس عايزين يتجوزوا، فبالتالي هتقدر تعيش انت وهم حياة كريمة. تمام. عندنا كمان استاذ شعبان مشروع قانون العمل الجديد اللي تم الانتهاء من اعداده، اعتقد ان هو من المشاريع اللي بتتوافق بين طرفي العمليه الانتاجيه، يعني وده بييسر كتير من كفاءه العامل البشري. هو مشروع قانون العمل اللي كان في مجلس الشيوخ وخرج راح لمجلس البرلمان علشان يقر عيار على اللجنه العامه، وهو حاليا دلوقتي في لجنه القوى العامله في البرلمان. احنا بس محتاجين ننوه على ان في بعض الميزات جابها
زي ان هو ساوى المرأة العاملة في القطاع الخاص بالمرأة العاملة في جهاز إداري الدولة، بان هي اداها اجازة وضع، اداها اجازة رضاعة، اجازة الوضع كانت 90 يوم بس بقت 120 يوم بالتساوي مع قانون الخدمة المدنية. ادى للموظف او العامل اللي عاوز يكمل دراسته في اثناء العمل اجازه امتحانات بدون باجر كامل برضه، فابتدى يدي بعض الميزات. انما احنا قد تكون عندنا اشكاليه بس في باب العقود وعقود العمل، وده باذن الله يعني شغالين عليها دلوقتي في البرلمان بحيث ان احنا نقدر نصوب القوانين المواد اللي فيها اشكاليه، انما في الاخر في مجمله هو قانون جيد. احنا محتاجين نطمن المستثمر علشان يقدر يجي يحط فلوس ويضخ استثماراته في بيئه امنه، في بيئه امن، بيئه عمل امنه، في دوله مشموله بالامن والامان، ما عندهاش اضطرابات، ما عندهاش مشاكل سياسيه. فبالتالي كل ده بيعود عن العامل ايه، وبيعود على المواطن ايه، مزيد من فرص العمل. لان النهارده في مجمل كل الدول العالم اي دوله عمل اي فرصه عمل بتساوي مليون جنيه مصري بالنسبه لنا، فاحنا كل فرصه عمل بتوفر للعامل هي بمليون جنيه. فبالتالي الدوله عاوزه تامن استثمارات للمستثمرين الاجانب، ولذلك في افطار الاسره المصريه السيد الرئيس ابتدى يدي حزمه امتيازات للقطاع الخاص ويشجع القطاع الخاص ويطرح اسهم من شركات الدوله لمشاركه القطاع الخاص بما يقارب 10 مليار جنيه، 10 مليار جنيه سنويا لمده 4 سنين، يعني بنتكلم في 40 مليار جنيه، ده مبلغ مش قليل. ابتدى يطرح في البورصه المصريه مجموعه من شركات القوات المسلحه لمشاركه القطاع الخاص. اذا انت عاوز تنفتح، عاوز تفتح فرص عمل للاجيال الجديده، انت عاوز تمشي خطه تنمويه متوازيه مع اقتصاديات لها ركائز واقتصادات امنه، بحيث ان احنا نقدر يرجع ده كل ده عائد على المواطن المصري في الناتج القومي بتاعه، وبالتالي الدخل بتاعه يبقى كويس. تمام. بينضم الينا الان عبر الهاتف الاستاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم. مرحبا بك استاذ رفعت. اهلا بك يا استاذ اشرف وتحياتي لضيفك. اهلا وسهلا حضرتك. يمكن العمليه الانتاجيه هي يعني لب الناتج القومي فعلا في مصر، والحقيقه كل مؤسسات الدوله بتسعى الى تنميه الانتاج، وبالتالي الاهتمام بالعنصر البشري كان في مقدمه الاولويات للقياده السياسيه. كيف رايت اهتمام القياده السياسيه من قرارات ومن توصيات ومن قوانين تشجع على تنميه مهارات العامل المصري استاذ رفعت؟ يمكن انا متابع مزايا وحقوق العمال، تبنتها تطور السبب في يوليو 1950 وحتى الان، لكن اجعل اقدم التحيه والتقدير للقياده السياسيه الحاليه هو حزم القرارات في مشروعات القوانين وفرص العمل التي بدأ يتم توفيرها للشباب في مصر بشكل كبير. ويمكن من أهم القرارات اللي حدثت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رفع الحد الأدنى للأجور لأول مرة ل 2700 جنيه. نعم. إضافة إلى إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودي تعتبر قرارات تاريخية بتضم قطاعات كبيرة جدا من المواطنين العاملين في الدولة ومقدمتهم العمال. ندرك اثنين يا استاذ اشرف، المشروعات القومية الكبرى غير المسبوقة في تاريخ مصر بكم هذه المشروعات وعددها وكم العمالة اللي بتعمل فيها، بلا شك ده اتاح الفرصة لمئات الالاف من الشباب، ان لم يكن عده ملايين شباب العاملين في الشركات المنفذه لهذه المشروعات القوميه، وبالتالي وفرت فرص كثيره للعمل. نمره اثنين، قللت من حجم البطاله. تعليقا على الحديث اللي ضيف حضرتك الكريم كان بيتكلم فيه في حقوق العمال وطبيعه العلاقه ما بين
صاحب العمل والعمال. انا بقول ان حاليا دلوقتي بيعد مشروع قانون العمل الجديد. نعم. وهو واسع عليه في مجلس الشيوخ وهينظر قريبا في مجلس النواب، وده هيبقى تغيير كبير جدا في حقوق العمال للافضل، ووضع ضوابط جيده جدا لطبيعه العلاقه ما بين صاحب العمل وبين العامل نفسه. نعم. هو موضوع القانون ده بيقوم على فلسفه جديده مفادها بناء علاقه متوازنه بين الطرفين العمليه الانتاجيه، ما يبقاش فيه تناحر وخصام بصفه مستمره، او ان ما يبقاش تعامل ما بين الطرفين ما بين العمال وبين القائمين على الانتاج او اصحاب العمل. وده طبعا المشروع بيحافظ على الحد الادنى لحقوق العمال ضمانا لاستمراريه العمل وزياده الانتاج، بالاضافه الى ذلك قال حضرتك الكريم الدوله دلوقتي بتعطي الفرص اكبر للقطاع الخاص حتى لا يكون هناك احتكار للدوله للتمثيل ومشاركه القطاع الخاص في كل حاجه. ولكن قرار الرئيس في الإفطار الأسرة المصرية أشار إلى ذلك وقال إن حتى كثير من الشركات والمصانع وخلافه اللي يملكها حتى القوات المسلحة هتطرح في البورصة، ويبقى في توسيع لدائرة مشاركة القطاع الخاص. نقطة اثنين، اهتمت الدولة أيضا بمنظومة التدريب المهني عشان تعمل على تسهيل الشباب للالتحاق بالوظائف، لان ممكن هناك وظائف كثيره مطلوب فيها عماله بس ما فيش عماله مدربه جاهزه لشغل هذه الوظائف، وبالتالي هنا بتتيح فرصه عشان الشباب يتعلموا وظائف جديده ويلتحقوا بهذه الوظائف. بالاضافه الى الدولة تعمل دائما في ظل الحالية الحالية بتعزيز كافة حقوق العاملين ومقارنتها مع الأنظمة التوظيف الأخرى سواء في الداخل أو في الخارج. نعم. زي قانون الخدمة المدنية وخلافه لتشجيع الشباب عشان ينخرطوا في القطاع الخاص. فاكر حضرتك المقولة المشهورة اللي يقول لك لو فاتك الخيري تتمرن في فراغك؟ وحش دلوقتي لان 80% استاذ اكثر استثمارات الدوله كلها في الدوله هي للقطاع الخاص، وابتدع كده مع اتاحه الفرصه للتوسع في كده من قبل الدوله. وبالتالي لابد ان نعمل على مجموعه احكام تعمل على الاهتمام بمصالح العامل ومصالح صاحب عمل ايضا. نعم. المشروع الجديد اللي بتاعه في مجلس الشيوخ دلوقتي اللي انا اشرت اليه بيركز ايضا على مبدا العمل بالانتاج. عشان هنا زي ما قال حضرتك الكريم، انا عايز اطمن المستثمر سواء المحلي او الاجنبي في جديه العمليه الانتاجيه، وان العامل هنا من مصلحته انه يعمل على زياده الانتاج ويعمل على مصلحه صاحب العمل، وفي نفس الوقت يعمل صاحب العمل لصالح العامل نفسه وياخذ حقوق، يعني تبقى علاقه تعاونيه ما بين الطرفين. وبالتالي مشروع القانون بيضع اطار لحل النزاعات العماليه الجماعيه بالطرق الودية ومع منع ما يسمى بالفصل التعسفي اللي كان دائما الكثيرين يتحدثوا عنه عمل، وبيقضي على اما بالاستمارة في نقطة ثانية مهمة جدا. أيوه. بان مشروع القانون يضمن حقا مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة. العمالة اللي غير منتظمة العمالة اليومية، طب دلوقتي اتعامل اقدم لهم خدمات ازاي؟ سواء بالنسبه للرعايه الصحيه، بالنسبه للرعايه الاجتماعيه، بالنسبه للمساعده الماديه في فتره التوقف عن العمل. بلا شك ده مهم جدا جدا بالنسبه للعماله غير المنتظمه. ومن هنا هدي بس
تركز ارقام وبيانات في التدليل على كده، مش مجرد كلام معسول قبل الدوله لاتجاه لحته العماله المنتظره، بالعكس ده واقع وتم تنفيذه بشكل جد. مثلا بالنسبه لحسابات الرعايه الصحيه والاجتماعيه للعماله غير المنتظمه دي فيما يسمى بالمنحه الرئاسيه بتاعت عيسى الفتاح السيسي لهذه العماله غير المنتظمه. اتصرفت انا اشير اليها من سنه 20 بدءا من شهر ابريل 2020 ولحد مارس 2021 اتصرفت على مرحلتين من خلال 6 دفعات خلال هذه الفتره. انت عارف حضرتك عدد المستفيدين في المرحله الاولى في المطر كان 1,625,000 مستفيد. اكررها ثاني، 1,625,000 مستفيد. المرحله الثانيه كانت 1,402,000 مستفيد. تعرف حضرتك استاذ اشرف كانت التكلفه لهذه المرحله بس كانت وصلت كام؟ $1,461,000,000. اسهمت ميزانيه العامه للدوله بالجزء الاكبر في المنحه دي، وكذلك ما يطلق عليه بحساب 2030 المنشا وزاره. تمام. انا حقيقه بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم على هذه الاستفاضه وهذا التوضيح الكبير للموضوع. شكرا استاذ رفعت. تعقيب من حضرتك استاذ شعبان، شافك بتساوي بتدون حاجات. بدون هو بس احنا عايزين نقول ان لحد النهارده وصلنا 2 مليار جنيه من صناديق العماله غير المنتظم. 2 مليار جنيه دعما من مين؟ دعم من صناديق العماله غير المنتظمه والدوله للعماله غير المنتظم. يعني الاول كان كل موسم بياخد فيه 200 جنيه مش عارف ايه، كان دلوقتي مفيش حاجه اسمها 200. دلوقتي خارجة العماله غير المنتظمه لا قدر ولا حصلت حالة وفاه خارجته 10,000 جنيه وتصل 25,000 جنيه. دلوقتي بقى بياخد كل موسم 500 جنيه غير المنحه اللي فضلت مستمره 500 جنيه شهريا، تمام، من السيد الرئيس غير شهادات امان. كل ده مش كافي، عشان بس برضو يبقى المواطن معانا، مش كافي، انما في الاول في الاخر الدوله بتطلع من الخزانه العامه وتديك. تمام. احنا عاوزين يبقى في شغل في جد وفي عمل. النهارده انت الوظيفه اللي عندك جراء مشكله كورونا توقفت شويه، جراء الحرب الاوكرانيه توقفت شويه، لازم يبقى عندي تدريب مستمر وشغل على نفسي عشان اقدر اجد فرص عمل بديله. احنا بنقول ان مصر من الدول اللي الحمد لله امنه في البطاله، يعني احنا طلعنا من 2000 طلعنا من 30/6 ل 2014 15% نسبة البطالة في مصر. النهاردة 7.5 يعني 7.5. يعني احنا كان عندنا 5 مليون متعطل او 5 مليون في صفوف البطالة، النهاردة بقى عندنا 2.5 مليون، وبإذن الله احنا متوقعين الفترة الجاية، لان الانفتاح اللي فتحته الدولة في الطرق وفي العاصمة الإدارية الجديدة وفي بناء مناطق صناعية جديدة ادى الى جذب الكثير من العمالة، فانخفضت كل نسبة البطالة الى بدل ما كانت 5 مليون بقت 2.5 مليون بما يوازي نسبة 7.5 من قطر عمل. فالنهارده الدولة بتخطي تجاهك كعامل خطوات كويسة، انت لازم تتدرب على نفسك، تتدرب كويس وتشتغل على نفسك كويس بحيث انك انت تبقى لديك فرصة واثنين وثلاثة وانت اللي تقارن بينك. احنا النهارده عندنا سوق مفتوح للعماله المصريه وخصوصا العماله غير المنتظمه. عندنا في عقود وقعها السيد دوله رئيس الوزراء والسيد وزير القوى العامله مع دوله ليبيا الشقيقه، محتاجين الدفعه الاوليه بس حوالي 1,500,000 ومحتاجين هنصل ل 3 مليون. احنا اشتغلنا على نفسنا ازاي كعمال عشان نمنح هذه الفرص بدل ما تيجي دول ثانيه تخش عملية إعادة الإعمار في ليبيا. إعادة الإعمار في ليبيا محتاجين حوالي 1,000,000 في من 1,800,000 في العراق، محتاجين 1,200,000 في ليبيا. إذا أنت عندك مجمل فرص العمل اللي موجودة عندك حوالي 3 مليون أو 4 مليون، إحنا هنستثمرها إزاي؟ وبعدين أنت لازم تعرف كعامل مصري وكدولة مصرية إن في هناك دول شرق آسيا يعني
عايزه تقتنص هذه الفرصه، عندنا تركيا عايزه يعني تنتزع هذه الفرصه. احنا اولى باشقائنا العرب، وما ب... ما 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 بين الشعبين من ترابط وصله انساب وتقاليد وعادات، احنا اولى بهذه الفرص. محتاجين تدريب مستمر على هذه الفرص العمل، محتاجين نبقى جاهزين قبل ما فرص العمل خلاص احنا وقعنا اتفاقيات ودينا، احنا محتاجين نبقى جاهزين كعمال ندرب نفسنا، وكدوله نقدر ازاي ندرب العمل بحيث ان احنا العماره المصريه تمتاز بالمهاره وتتميز تمتاز بالفعل بالتفاهم السريع وتمتاز ب قوة الملاحظة، ويقدر بسرعة ياخد خبرة سريعة. ان احنا عايزين نبقى رايحين جاهزين عشان ده سوق تنافسية، محتاجين احنا نقتنص هذه الفرصة، ومحتاجين لان برضو حياتك لا يخفى عليك ولا يخفى على المشاهدين ان من اهم روافد الناتج القومي هي تحولات المصريين بالخارج. احنا عايزين 13 مليار حتى الان، احنا محتاجين ندخل 26 مليار تاني لما نضيف 3 مليون اللي داخلين عليه. طيب نطلع مع بعض نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل ملفنا. بكم من جديد. استاذ شعبان، يمكن موضوع العماله غير المنتظمه اللي كنا بنتكلم عنها بالتاكيد، محتاجين بس حضرتك تدينا امثله للعماله الغير المنتظمه اللي استفادت من هذه القوانين. طيب لو ادينا امثله نتكلم في كل عماله المقاولات، وخاصه اللي بتشتغل في شركات الاسمنت، بتشتغل في شركات الحديد، بتشتغل في العاصمه الاداريه الجديده، بتشتغل في انشاء المدن الصناعيه. احنا عندنا حوالي من 12 مدينه بننشاها مدن صناعيه كبيره في كل المحافظات، كل المطارات اللي اتبنت، كل الطرق، استفاده كبيره جدا، حوالي 1,600,000 دول اللي استفادوا من العماله غير المنتظمه من منحه الرئيس. نوعيات العماله ايه كانت؟ تعال نتكلم بقى في النجارين، الحدادين، المبلطين، كل من يرتبط بطائفه المعمار. اتفتح كمان ان اي حد يقع تحت منظومة العمالة المنتظمة يروح يقدم، ان كان بيقدم كان بياخد. يعني لو قلنا الباعة الجائلين كانوا بياخدوا، لو قلنا الكومبارس دول يقعوا تحت العمالة غير المنتظمة، لو قلنا بتوع الدليفري، كل من مستجدات الظروف الاقتصادية اللي حواليك فرضت عليك مهن جديدة، والمهن الجديدة دي لما ابتدت تشتغل ابتدت تخش تحت منظومات عمالة غير منتظمة على ما تخش القطاع الرسمي. فكل ده استفاد. صحيح احنا
مش كل العمل بالكامل لان الاحصاءات متضاربه، لان الناس ما بتروحش تسجل نفسها، انما كل من هو سجل نفسه راح واستفاد واخد. تمام تمام. لسه شعار انفتك المير يتمرغ في ترابه ده لسه موجود؟ لا يعني ما اعتقدش، بعد القطاع الاعمال وبعد الشركات الخاسره فيه وبعد القوانين الجديده اللي طلعت زي اللائحه التنفيذيه الجديده بتاع القوانين ابتدى الوضع يختلف. انما احنا عايزين نقول اي حد في الدنيا بيشتغل على نفسه، بيدرب نفسه كويس، بيصرف نفسه كويس جدا في التعليم، بيلاقي فرصه العمل اللي بتليق بيه وبيبقى مستقر، لانه انا العمليه بين صاحب العمل، صاحب العمل هو محتاج عامل بيشتغل بيأدي دوره بينتج، اذا طول ما هو بينتج وطول ما هو بيأدي دوره وطول ما هو منتظم في عمله ما فيش مشكلة. انا بشتغل في القطاع الخاص ده ملوش امان، والقطاع العام والحكومه هي اللي ليها الامان. ما هو الظروف فرضت نفسها. انت النهارده بتتكلم على 80 من 80 ل 85% قطاع خاص. انت بتتكلم على شركات القطاع العام كلهم دلوقتي 250 الف عامل. بنتكلم على الجهاز الاداري الدوله كله ابتدى من بعد كان 7 مليون نزل ل 6 مليون ثم 5 مليون النهارده 4 مليون وشويه او 5 مليون او 4 مليون 800 الف. فبالتدريج هتخف، لان برضه عشان نبقى منصفين لو مسكت الدول الكبرى او الدول العظمى اللي بتتقال في الولايات المتحده الامريكيه كل الجهاز الاداري الدوله فيه ما يكملش 350 الف. احنا الدوله الوحيده اللي كان في عصر من العصور ما قبل 25 يناير ان النائب قبل الانتخابات او الحزب الحاكم قبل الانتخابات كان بيدخل بعقود مؤقته وبيدخل من في الاخر كله اثناء ثوره 25 يناير كلها بقت امور ثابته. ده عمل تراكمات وعمل ضغط على الموازنه العامه للدوله، وبرضه المواطن برضه ملوش ذنب، انما في الاول وفي الاخر انت بتعمل اصلاحات متراكمه على مدى 50 سنه، فلابد ان احنا في الاخر لابد ان نتكاتف ونتحمل. انما ابتدى يعني النهارده نتيجه النهارده انا اكون جاي في مشوار المفروض تاخده في ثلاث ساعات بتاخده في ساعه او ساعه الا ثلث، لا انت ابتدى يبقى في عندك تجني بعض ثمار التنميه. الناس مستعجله، انما في الاول وفي الاخر تعالى نبدا واحده واحده، لان الكلام كان بيتقال وكان في ناس تطلع تشكك. انما انت دلوقتي فعليا دول العالم كلها في ابان ثوره في ابان جائحه كورونا منظمه العمل الدوليه بتقول 200 مليون عامل في صفوف البطاله. انت الدوله الوحيده اللي ما تاثرتش غير تاثر طفيف وبسرعه. القرى السياسيه ضخت حوالي 3 مليار جنيه في صندوق الطوارئ لكل قطاع السياحه، في حوالي 4 مليون عامل كان طبعا التاثر تاثر كبير في 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 جائحه كورونا كان قطاع السياحه وقطاع الملابس وبعض القطاعات كثيفه العماله. تمام. كانت كل القطاعات دي بتصرف لها رواتب العمال اللي هي الاساسي بتاع العمال كانت بتصرفها من الدوله من صندوق الطوارئ. وزاره القوى العامله صرفت كتير في الموضوع ده وبذلت مجهود كبير من المفتشين، لانك انت حضرتك في القطاع الخاص انت بتخدم على 25 مليون عامل، بتخدم على 3 مليون 742 الف منشاه على مستوى الجمهوريه. اذا ده كم كبير جدا بالنسبه لوزاره القوى العامله، فبالتالي الناس كانوا يقدروا يوصلوا ليه. هم بيتفوقوا على العماله في القطاع العام كمان يعني طبعا بالمراحل. يعني احنا بنتكلم في 80% من الاقتصاد المصري او 85%. طيب موضوع المعاش المبكر ده كان استمر فتره معينه ورجع توقف تاني، اعتقد ده ممكن يحل مشاكل كتير خصوصا بالنسبه للمراه العامله لو رجع تاني يتطبق يعني. طيب احنا مشكله القانون المعاش المبكر ايه؟ لما حصل قانون 148 اللي حل قانون 75 79، القانون كان اي حد، القانون السابق للقانون ده كان اي حد كمل 20 سنه اشتراك كان بيروح داخل اوريدي مقدم ورقه يصرف معاشه ويقعد في البيت او يشتغل. صحيح احنا عندنا اشكاليه كبيره، احنا عندنا بعض الناس عندهم اصابات عمل، عندنا بعض الناس اللي عدى سن 40 و45 مش عايش في القطاع الخاص، عندنا بعض الاشكاليات اللي عندهم الناس اللي عندهم امراض مهنه، كل ده محتاج. احنا عندنا مادتين عندهم فيهم مشكله في قانون 148 هي الماده 121 وانا اسف الماده 21 والماده 24. تقدم النائب ايهاب رمزي والنائب الدين داوود والنائب عاطف مغاوري تقدموا بمشروع للبرلمان بيقول ان احنا عايزين من فتره انتقاليه لما يقارب من
800 لمليون و200 بيلعب الرقم ده، الناس دي عاوزه تخرج، والناس دي سنها عدى ال 40 سنه فمش لاقيين شغل، الناس دي عندها امراض مهنه، الناس دي عندها بعض الاصابات، الناس دي كانت شغاله اعمال خطره فالليقه وكسر عضو الفقري، كل الناس دي اولى ان هي تطلع. بس هل ده هيحل المشكله؟ مش هيحل المشكله غير العمل والاشتراك في التامينات، وخصوصا ان الدوله هو توقف ليه ده يا استاذ شعبان؟ لا هو القانون ده اي قانون بيجي من غير اللي قبليه. فالقانون ده اتراءى لوزاره التنميه الاجتماعيه وهي قانونيه التامينات الاجتماعيه هي مقدمه القانون، فارتاى ليها ان هي تلغي الكلام ده. انما لازم برضه نبقى عاملين حسابنا ان في ناس اولى انها تطلع وجيب لها مخرج في القانون. هي ماده واحده بس، لو انت حطيتها خلص الموضوع، اللي هي فتره انتقاليه. طيب لو انت عاوز تبدا تتوسع في الموضوع اكتر من كده، حط ماده انت بتقول ان تنفيذ القرار لمده 5 سنين من بدء نشره في الجريده الرسميه بالنسبه للقانون، حط ال5 سنين دي، واللي عاوز يطلع الفتره دي وبعد كده يبدا يكمل. انما احنا القانون بمجمله في حاجات كويس، اي قانون في الدنيا صنع بشر، ابداع قانون بشر وليس ملائكه. يصيب ويخطئ. يصيب ويخطئ. نعم. عندنا مشكله سهل جدا ان احنا ماده واحده من 4 كلمات اللي هي ان احنا نحط فتره انتقاليه حتى سنه 2025 1/5 يناير 2025 فتره انتقاليه تخرج الناس والموضوع بسيط جدا. تمام. فاحنا مش عايزين نقفل، لان احنا الدوله محتاجه كل ايدي عامله. انت النهارده لولا العمل المصري ما كنتش هتقدر تلاقي شبكه الطرق دي، لولا العمل المصري ما كنتش هتلاقي الـ 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 العاصمه الاداريه الجديده اللي هي الوحيده في الشرق الاوسط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ما كنتش هتلاقي كل المناطق الصناعيه اللي انت شغال فيها النهارده. كل ده بجهود العمال، والعمال حقيقه استحملوا كتير، والرئيس متفاهم الكلام ده، وكل مره بيطلع يقول استحملوا معايا نتائج الاصلاح الاقتصادي، وهو عارف، ولذلك كل شويه بيزق في بيعمل اصلاح في الامور، كل شويه بيزق. انما هو انا وحضرتك والمواطن العادي ما عندناش نفس المعلومات ولا التقارير اللي بتيجي، لا هو قدامه رؤيه شامله وعنده معلومات، فهو شايف بعينين اوسع من عينينا واكبر مننا بكتير، وعنده رؤيه، والراجل صادق في كلامه، ولذلك النتائج جايه. هو كان يعني معلش بعترضك، ما كانش حد يصدق سياسيا ان يبقى افطار الاسره المصريه بالشكل ده، كل اطياف المعارضه، كل اطياف الشعب المصري موجودين ومتواجدين في حب وتآلف وسلام، بنبعت رساله للعالم بنقول لهم سيبنا من اكاذيب اللي بتقولها بعد الجماعات المتطرفه، احنا خلينا هنا في بلدنا. مش برضه بنقول للداخل، يعني بنقول للداخل المصري سيبنا من كل الاشاعات اللي بتقول يعني النهارده لما تطلع اشاعه في موقع معين ان الرئيس، طب الرئيس موجود في، فانتوا بتقولوا ايه يعني نبض ومش يعني هم عاوزين يزعزعوا استقرار البلد بايطاليا، وان شاء الله مصر امنه زي ما قال الرئيس وزي ما قال القران الكريم وقال المولى عز وجل، امنه برعايه ربنا عز وجل. طيب نطلع مع بعض نشوف تقرير اخر في حلقه النهارده ونرجع نكمل كلامنا. العامل اللي هو دلوقتي الترس الرئيسي اللي بيدور الدولة، فالدولة طبعا مهتمية بالقطاع العريض ده جدا، وبتنشئ مصانع وبتعين شباب، لا ده ترس حيوي طبعا، والدولة شايفة شغلها في الموضوع ده كويس، بترعى العمال، رعاية صحية، تأمين اجتماعي، رعاية أسر. الدولة يعني في الأزمة الأخيرة بخصوص كورونا كان بتدي معاشات للعمالة الغير منتظمة لجائحة كورونا، ويعني الدولة يعني مش سايبة الناس ولا العمال، بل مشاركة فعال للمجتمع. يعني أنا سمعت في ناس كانت بتاخد فعلا حقيقي من الدولة عشان ما لاقيش شغل في الوقت ده، فبتاخد مرتب فعلا. المكان اللي كنت شغال فيه ناس محترمين جدا جدا، وفعلا أيام كورونا كانوا بيدونا مرتباتنا عادي، وكنا قاعدين ويعني ربنا يكتر من أمثالنا. لا شك أن العمال هم من أهم الفئات الموجودة في المجتمع، ومن أكثر الفئات الموجودة في المجتمع اهتماما بهم، يأتي طبعا الرعاية الصحية، ويأتي زي ما يعني كلنا عارفين زيادة المعاشات لأصحاب
المعاشات وأيضا زيادة المرتبات، وهناك فهم يعني مستمر بأهمية العمال في مصر، لأن زيادة الإنتاج هي الحل الوحيد الذي يطور هذه البلاد. قول لكل شعب مصر وكل عامل وكل مهندس وكل فني كل سنة وانت طيب. وأمنيتي بقى ان انا اشوف مصر كلها كده في حب، والناس كلها تحب بعض ومفيش كره ومفيش خناقات ومفيش مشاكل. بالنسبة التأمين الصحي الحمد لله انا شايفه كويس دلوقتي، التأمين الصحي كويس عن الاول، الصرف الصحي بقى جميل، الطرق شبكة الطرق الجميلة، كل حاجة بقت جميلة الصراحة، بقت كل حاجة بقت كويسة. بس احنا بقى ايه عاوزين ايه البلد تهدى شوية للنسبة ليه الناس متبقاش بتتعصبها ويقولوا لبعضهم كل سنة طيبين. اهلا بكم من جديد استاذ شعبان. يعني مهم جدا ان احنا نتكلم على الحفاظ على حقوق العمال في الخارج، يعني العامل اللي بيشتغل في ليبيا في السعوديه، دور وزاره القوى العامله، دور وزاره الهجره في الحفاظ على حقوق العمال اللي بيتعرضوا لاي ظلم او لاي غبن من رؤساء العمل. طيب تعال نتكلم في التعاقدات اللي اتعملت بحوالي من 4 مليار دولار في ليبيا مثلا. اتعمل لكل عامل عمالة غير عمالة داخل ليبيا كل عامل هيسافر ليبيا وسيط التأمين الحياة بمليون جنيه. جميل، عشان احنا شفنا في 2014 و15 الناس كانت بترجع ازاي. فالدولة لأول مرة تتشكل لجنة فيها الأجهزة السيادية اللي هي متابعة خط سير العامل في مصر. لأول مرة تبقى التعاقد ما بين الوزارة وزارة العمل الليبية ووزارة القوى العاملة المصرية مباشرة، وفي خط الكتروني مفتوح بينهم بحيث ان متابعة العمالة اول باول. المشاكل عندنا مكاتب عمالية هتتابع الكلام ده، تنزل على ارض الواقع في السفارات بتاعتنا سواء في العراق او في ليبيا او في سوريا. كل ده وزارة القوى العاملة مهتمة بيه جدا وشغالة عليه كويس جدا، والوزير محمد سعفان يعني متأني في الموضوع ده وبياخد كل خطوة مدروسة بحيث ان احنا اللي سبق 2014 و2013 واللي حصل ما يحصلش تاني مع العمالة المصرية، عشان يقدر يأمنهم بكل طرق التأمين بحيث اهم شيء سلامة النفس والمواطن المصري في الخارج ان شاء الله. لكن كمان ما ننساش الخلافات اللي بتحصل بره كمان يا استاذ شعبان مع اصحاب العمل، كيف يتم البت فيها والرجوع الى مين؟ يعني من الذي يفصل في هذه الخلافات؟ طيب احنا كل شويه يطلع علينا بيان من وزاره القوى العامله، احنا جبنا 2 مليون جنيه لمواطن كان في ايطاليا، مليون ونص في مواطن كان في اليونان، كان كل ده احنا عندنا مكاتب عماله غير مكاتب تمثيل عمالي في كل سفاره في كل حوالي من 170 دولة على مستوى العالم. احنا بس لازم العامل هو المصري وماشي وهو بياخد التأشيرة بتاعته لابد ان يكون في موثق عليه بيقول له ان السفارة او السفارة المصرية بتاعتك ارقامها كذا، عنوانها كذا، مكتب التمثيل التجاري كذا، مكتب التمثيل العمالي كذا، مكتب الهجرة كذا، كل العناوين دي لازم تبقى موجودة في على التأشيرة بتاعته او التيكت بيتلزق مع تذكرة الطيران او مع الباسبور نفسه. احنا عندنا مشكلة كمصريين ان انا سافرت خلاص انقطع علاقتي بالدولة المصرية، بشتغل هناك ما فيش ترابط ولا علاقة ولا تواصل بين سفارتي، لا لابد ان احنا ننتهي نهج جديد. صراحة اللي شغالة في الموضوع ده كويس جدا 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 الدكتورة نادية مكرم وزيرة الهجرة، لا يعني ابتدت تعمل حتى مبادرات الجذور واعادة المصريين اللي خدوا الجنسيات بره وترابطهم للوطن. الناس بيقول لك يعني برضه عشان نبقى موضحين للراي العام ايه اللي يتم. انا النهارده بجذب استثمارات، يعني النهارده لما الناس اللي خدت الجنسيه من عشرات السنين وخلاص اللي بقى امريكاني اللي بقى طلياني لما اقدر اجيبه هنا اربطه بالوطن تاني. لا ما بربطش بالوطن بس بعمل حراك اقتصادي جوه، بيحتاج ان هو ياخد شقه هنا فبالتالي بيجي يشتري شقه، الشقه دي اللي بيبنيها عامل مصري فببدا ازود استثمارات عندي. بقدر ابدا عايز اشتري عربيه، العربيه دي بيشتغل فيها
كذا معي. فأنا بقدر أعمل حراك اقتصادي، بقدر أجذب استثمارات، بقدر بالتالي أدخل عملة صعبة. الكلام ده مش على فرد واتنين، انت بتتكلم في عندك ما يقارب من 11 ل 13 مليون مصري خارج البلاد. انا لو كسبت منهم وقدرت ارجع منهم 20% بس، 4 مليون 5 مليون 30 مليون، انا 4 مليون 5 مليون 3 مليون رجعوا مصر، هيقدروا يعملوا لك عمله صعبه كويسه، وهذا يربطهم بالوطن، وهذا هم كمان يفتحوا فرص عمل بره ويجذبوا ناس اصدقاء مستثمرين لمصر. فالعمليه عمليه استثماريه اقتصاديه في الاول وفي الاخر. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ شعبان خليفه، رئيس نقابه العاملين بالقطاع الخاص، شرفتنا استاذ شعبان. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. كل سنه وعمال مصر وجنود العمل والانتاج بخير، وان شاء الله مزيد من التقدم والنمو الاقتصادي لمصر. شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم على المتابعه، وغدا لقاء جديد وملف جديد من ملفاتنا. شكرا والى اللقاء.